اليوم البنك رجعوا حكوا معي مرة ثانية، خليني أحط الأمور في نصابها الصحيح. رجعوا حكوا معي اليوم لكن من إدارة البنك، يعني استفدنا من البوست اللي نحط، استفدنا من الفيديو اللي نحط. مرحبا، يعطيكم العافية جميعا. طبعا احنا صرنا عارفين احنا عن ايش عم نحكي، حكينا عن موضوع الفائدة، حكينا عن موضوع التعامل من جهة الموظفين، حكينا عن موضوع المشاكل اللي ممكن تصير للعميل مع البنك. ما عم بحكي مشاكل شخصية، لكن عم بحكي انه اذا مثلا صار عنده اي let's say خلينا نحكي فولت بشغلة معينة، مثلا الكريدت او بالاكاونت الاونلاين او في الابليكيشن تبع البنك، ايش الاكشنز اللي ممكن صارت من العميل لما يحكي مع البنك، وايش كانت الرياكشنز تبعت الموظفين او الردود تبعت الموظفين لما انا اشتكيت او لما حكيت عن الموضوع. كيف كانت معظم الردود تحكي لك انه سوري بس ما في حل، سوري ما راح اقدر اساعدك، سوري برجع لك بس ما عم برجع لك، سوري برفع لك اعتراض بس ما عم بصير هذا الحكي. عشان ما نظلم الجماعة، عشان ما نظلم الكل، يعني في ناس كانت تحاول تساعد، في ناس كانت تريح راسها وما تقدر تساعد وتحكي لك انا ما بقدر احل لك الموضوع. امبارح نزلنا فيديو، اليوم اذا بدي انزل فيديو عن الحكي وكذا بكل التفاصيل راح يكون شوي بده شغل، وعشان ما يكون طويل زي الفيديو اللي قبله فانا راح اضطر اقسمه لبارتس. لكن عشان برضه اليوم البنك رجعوا حكوا معي مره ثانيه، خليني احط الامور في نصابها الصحيح. رجعوا حكوا معي اليوم لكن من اداره البنك، يعني استفدنا من البوست اللي نحط، استفدنا من الفيديو اللي نحط. الاداره تبعت البنك نفسها رجعت حكت معي لحل المشاكل اللي صارت. قبل هيك كنت حكي انه مثلا كان عندي مشكله على الكريدت وما كان راح يحلوها لانه انت برا البلد، اليوم صاروا بدهم يحلوها، وفعليا على الكلام انه انحلت المشكله وراح يحولوا او يبعثوا لي هاي الكريدت على قطر، ما راح تضل موجوده في الاردن بدون ما اني انا اضطر انزل على الاردن، which is انه شيء كثير منيح. اذا وصلت لقطر فبيكون البنك كثير مشكور انه تعاون بهاي الشغله. الشغله الثانيه اللي كنت حكيها انه اصلا ما كانوا راضين يبعثوا لي العقد، والحمد لله هي برضه بعث لي العقد، العقد صار على ايميلي، لسه ما قراته لانه ما عندي وقت، لكن اللي شفته انه العقد ببنوده كامله الحمد لله مربط العميل زي ما احنا عارفين من البنوك. واي ثينك نفس اللي حكوه الشباب كان قبل انه انت اصلا موقع على انه الفائده بتتغير حسب التغير سواء بالبنك المركزي او حسب رد البنك اليوم من جمعيه، كتبت اسمها من جمعيه البنوك، واسمها برضو الجمعيه مكتوب على العقد. لكن اليوم ما راح اقدر ادخل بتفاصيل العقد لانه عندي شوي شغل، ما راح اقدر ادخل في التفاصيل، راح اجيلها بعدين. الشغله الثانيه اللي حكينا فيها اللي هو اصلا القرض تبعي كيف كان، ايش الفائده اللي اخذ عليها هذا القرض، ايش الرفع اللي صار على الفائده وليش صار الرفع، والمدد اللي صارت فيها الرفع، والتواريخ اللي بصير فيها الرفع او التنزيل على الفائده ان كيس صار تنزيل، وفعليا صار في عملية تنزيل للفائدة بطريقة معينة من البنك، وصار عملية رفع بطريقة معينة برضو راح أدخل بتفاصيلها later on. أخذنا التفاصيل والأرقام والتواريخ، هذه كلها التفاصيل راح إن شاء الله أغطيها بفيديوز. والفكرة في الموضوع سواء حلت مشكلتي اليوم مع البنك أو ما حلت مشكلتي مع البنك، راح أدخل بهذا الموضوع كتير ديب، وراح أحكي عن شو الشروط اللي بتكون في العقود، ايش الفوائد انواعها اللي راح تدخل على عقود القروض سواء من البنوك او من ممكن ادخل في موضوع شركات التمويل، عشان اللي انا ما قدرت اكون واعي له تكون الاطراف الثانيه اللي عم بتشوف هاي الفيديوز هي واعيت له، عشان ما حدا يوقع فيه. اليوم انا بحكي للكل، يعني نتيجه الاشياء اللي عم بتصير انه قبل ما تاخذ قرض تفكر منيح. هل ما عم بحكي عن موضوع حلال وحرام، قاعد بحكي انت تجاوزت هاي المرحله قرار بدك تاخذ قرض، فكر منيح اذا القرض بدك تاخده ولا لا، لانه موضوع الفوائد اللي راح ادخل فيه ليتر اون راح احكي لك ايش كميه الفلوس اللي راح تندفع سواء كانت زياده عن القرض او تفصيل القرض او تكاليف القرض نفسه. يعطيكم العافيه.